هذا التتويج يعتبر ثاني تتويج للمسرحية الفلوكة بعد التريكي الذهبي اللي توجت به المسرحية في مدينة قالما، مهرجان اللي كان تصفوي للدخول إلى مهرجان المسرح المحترف الذي سيقام إن شاء الله عن قريب في شهر ديسمبر. دونك رانا فرحانين أكيد، هذا التتويج نهديوه لكل من شارك في الفلوكة. واحد يعني بعد جهد وبعد خدمة وتعب ويتحصل على جائزة، وهذه تكون يعني تشجيع للقدام، مش راح تكون يعني الجائزة ونحبسه. إن شاء الله هذا يعتبر تكليف مش تشريف، اللي خلينا نزيد إن شاء الله نخدمه أكثر وأكثر. كانت لنا مشاركة في مهرجان الوطني مسرح فوكاهي مسرحية بنتور سبيسيال، وكان اليوم يعني تحصلنا تتويج جائزة أحسن إخراج، يعني هو شرف كبير لنا ويمنحنا يعني فرصة للبداية والانطلاق في عمل جديد إن شاء الله.